في كندا، حصلت في تشيلي، وحصلت في لندن. مش معناه انها تطبق في المجتمع. مجتمع مختلف وعاداته وتقاليده مختلفه يا محمد. يعني خلينا ناخد الايجابيات اللي عملوها في الجامعات دي مش السلبيات. احنا دلوقتي في الجامعه الامريكيه، الجامعه دي علمتنا الديمقراطيه وللاسف علمتنا النيوليبراليه في المطلق. لا مش المطلق، ديمقراطيه في المطلق ان تقفل باب جامعه. الديمقراطيه ان احنا ناخد راي الطلبه في ان احنا نقفل الجامعه عليهم، وفي ناس عايشه جوه الجامعه وفي ناس عندها مصالح جوه الجامعه. طب انا اقول لحضرتك حاجه، احنا مبدئيا كطلبه وقت ما البيبان اتقفلت احنا قفلناها عشان التعليم بس، احنا كنا عايزين نشيل حركة الجامعة. أما الدكاترة دخلت من حقك، ما هو شال ده أدى لإيه؟ من حقك. أنا بسمع بس بتشاور معاك. عمال الزراعة دخلوا، الدكاترة الكلينيك دخلوا، وفي دكاترة كانت عليها ريسيرشز ودخلت، وفي دكتور في الكيمستري لاب ساب الكيمستري بتاعه مش عارف إيه وقال هتحصل مشكلة دخلناه. كان في أوقات استثنائية دخلنا فيها الناس فيها. طيب زي برضو يعني انت شايف انه الموقف هيستمر، الموقف اللي انتوا فيه هيستمر. دكتوره مرفت، دكتوره مرفت، من وجهه نظر حضرتك الحلول السريعه اللي لابد ان تتخذ الان هي ايه؟ انه اللي قائمين على الاضراب يفهموا انه الطريقه اللي هم مستمرين بيها دي بيخسروا كتير قوي. ليه؟ لانه حاليا نص الجامعه او ربع الجامعه، مش مهم على فكره ماينورتي وماجورتي، لانه أيوة. في النهايه لو واحد بس معترض ده من حقه لازم انه يمارس حقه. انما اول حاجه يفهموا ان كادر التدريس ساخط منهم جدا لكل كميه الاهانات اللي هم وصلوا لها في الاعلام المصري. ده نمره اول، او العالمي على فكره يعني. أيوة. ودي نمره واحد. نمره اتنين، منع الستاف انهم يخشوا يخشوا العيادات، يخشوا ياخدوا علاجهم، يخشوا يقبضوا، الحاجات دي كلها اتمنعوا منها. لم يحدث يا فندم، لم يحدث. اذا كان الجامعه مش شغاله، المحاسبين المحاسبين. لما دكتوره مرفت محمد من فضلك، لما دكتوره مرفت تتكلم احنا نسمعها. ايوه اتفضل. خليني بس اظبط الاربع خمس نقط. هم دلوقتي كسبوا ايه؟ ولا حاجه. كسبوا عداء من الجزء من تلامذة اللي هم بيتكلموا، بيبعتوا مسجات بالهبل على مستوى الجامعة. وده عايزين حلو يا دكتور مرة كده، انهم ضد تماما ان الجامعة تتقفل ويتمنعوا من الدخول التلامذة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انه الادارة، الحل انه الادارة يكملوا في التفاهم معاهم. ايه. انا مش ضد طلباتهم، انا ضد طريقتهم، وما ينفعش يوصلوا. لازم يفهموا انهم مش هيوصلوا لحاجة حضرتك. أيوه. بالطريقة دي. اول لو في حد خسران، مين خسران؟ مين اللي ما بيحضرش محاضرات؟ بالزبط. مين دلوقتي اللي دافع فلوس محاضراته ده ما بيدفعش؟ انا دلوقتي ممكن اعوض حصه او حصتين، انما هعوض شهر، هعوض شهرين؟ مش هقدر. النتيجه ان انتك اللي هو المفروض يتخرج مش هيتخرج. وات اف ان الجامعه دي فضلت قافله السمستر كله. صحيح. يعني الفكره كلها ان هم اللي في خطر. وحاولت قد ما اقدر، ودكتور حنان سبع ربنا يحميها، وهم عارفين كده كويس قوي. وقفت لغايه لما اغمى عليها وكانت اسعاف. يا فندم انا لن اسمح لحضرتك ان انت تشوهي صورتنا. دكتور حنان كان عندها الاسعاف وتسمح لها ان هي تخش من بوابه ثلاثه. من فضلك لن يتم تشويهنا يا فندم. دكتور مرفت تتكلم نسمعها. انا عايز كلمه واحده واخلص، وانت كمل اللي هو عايزه. اللي انا اقصده انه في النهايه لا يصح الا الصحيح. طبعا. والصحيح ان للحرم الجامعي احترامه، وانتهاك احترامه ما ينفعش يبقى صحيح اندر اني سيركمستانسز. هم تعدوا الحدود دي. والحل انهم يشوفوا انه ما فيش حد خسران في اللي بيحصل ده غيرهم. واحنا في الاخر والله بنحاول نحل مشاكلهم، والله مش هيصدقوا الكلام ده. خلاص. يبقى ايه المشكله؟ دكتوره مرفت قبل ما حضرتك تقفلي بعد اذنك، ايه الطلب اللي صعب تحقيقه اللي الطلبه طالبينه؟ الحاجتين، ان هم مصرين. انت حضرتك عارفه البادجت، انا طبعا مش بتاعه بادجت خالص. أيوه. انا اخر حد أيوه. ممكن يتكلم في بادجت بس. أيوه. البادجت بتتعمل من على سنه، على مدى السنه. أيوه. بنسبه معينه دلوقتي. هم عايزين البادجت دلوقتي تتغير ويتشال 7%. هم قالوا
ان هنبتدي نيجوشيتنج ان البادجت تتغير من اول السنه الجايه. الفكره بقى ان هم الابلكيشن بتاعتهم وهم داخلين الجامعه مضين على مضوا على ده. ده اللي انا كنت عايز اسال. غير صحيح. غير صحيح يعني غير صحيح. انت ما مضيتش يا ما مضيتش على ده. ليس بيننا وبين الجامعه عقد قانوني. الجامعه ده وضع غير قانوني مكتوب في الابلكيشن. لكن مشكله اكبر من كده. والله ما مشكله اكبر. والله ما ثانيه اتفضل يعني برضه في النهايه اتفضلي يا دكتور بعد اذنك. بلاش يا ستي وانا استاذه في الجامعه ان انا ادي والدتك خلاص. من فضلك الاحترام مهم قوي. انا بحترمك والله زي والدتي. مهم جدا انه حضرتك احنا الاداره الجامعيه مديه اكتر من 60% تخفيضات فاينانشال ايد. أيوة. يعني ليه؟ لانه في النهايه فعلا الجامعه غاليه. لو هم شايفين ان الجامعه وحشه بكل المقاييس وبكل اللي هم عملوه دخلوها ليه؟ قاعدين في الجامعه ليه حضرتك؟ يعني الجامعه قالوا عليها اساتذه. انا اسفه اني بقول اللفظ ده. زفت اداره زفت ادمنستريشن زفت. ما خلوش حاجه ما قالوهاش في الجامعه. قاعدين ليه فيها؟ يعني في النهايه عيب. لان في النهايه دي سمعتك انت. لا مش بتطردك. الكلام واضح يا محمد ارجوك خد الكلام ده بحضرتك. انا يعني أي. انا طب دي نقطه اللي هي فكره ال 7% يا دكتوره مريم. يعني عني حضرتك كلام زي كده. لا مع الاسف بجد لاول مره في حياتي احس اني فعلا تعبي راح هباء. لا ان شاء الله ما يروحش. لانه الولاد دول هي سحابه غضب يا دكتوره ميرفت. ولسه بقول انا لمحمد المحضار كان معانا على التليفون بقول له يعني فكره انه من علمني حرفا صرت له عبدا دي حقيقه. يعني لا 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 الحاجات يعني دي حضرتك اتنسب تماما. حاجات دي متنسب تماما. لما انا اقف قدام معلم مبجل واقول له ما فيش كلب هيخش هنا اقول لك ايه غير كده؟ اقول لك ايه؟ لا يجوز لا يجوز. طب فكره ال 7% اللي بيتكلموا فيها ايه تاني الطلب اللي صعب تحقيقه يا دكتوره ميرفت؟ لا مفيش حاجه صعب تحقيقها. هو لا انا بتكلم على السمستر الحالي حاليا او على السنه دي. انا بتكلم على السمستر الحالي. الحاجه الوحيده اللي هم طالبينها كلها يعني اكتر حاجه مستحيله تتحقق السمستر ده. أيوة. هو 7%. 7% دي اكتر حاجه. لكن مستحيل. لكن ممكن ياخدوا وعد من الجامعه او من الاداره انه يتم تطبيقها من العام القادم مثلا. المشكله مش هو ده النقاش كله دار بكده. وانا بس مش عايزه يعني الولاد دول برضه ولادنا ومش عايزه اطلع صورتهم وحشه قوي. لان هو عارف انتك ايه اللي حصل في الاجتماعات الاخيره وعارف ايه اللي حصل لما الدار اتقابل مع رئاسه الجامعه وعارف المساومات اللي كانت حاصله. فمش عايزه اخش في ده. بس دكتور مبت احنا مش عايزين نحصر الموضوع في ال 7% بس. يعني الجوده برضه كان مطلب اساسي بالظبط زي ما مروان بيقول. الموضوع مش 7% بس. الموضوع ان فعلا في اساتذه مع الاسف محتاجين مش بس يهتموا محتاجين ان هم نغيرهم. انما مش معنى كده ان الاساتذه زفت. حتى الاستاذ اللي هو ضعيف في مادته ما ينفعش تهينه. في النهايه ده استاذ. تخش تعترض تدخل تعترض لاداره الجامعه وتقول طلباتك بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب. ومع مع اذن حضرتك يدوا الوقت ان ده يتحقق. ايوه هم عايزين الموضوع امر في تطاع. انا عارفه ان هم بقالهم من سنه الحقيقه من سنه وهم بيطلبوا الطلبات دي. واقسم برب العزه ان الاداره الجامعيه وانا واحده مع الاسف بخلص جامعتي 5 بنقعد من 5 لـ7 كل يوم بنحاول نظبط في الريجستريشن والادفايزنج. ان هم عندهم بستاذن حضرتك بستاذن حضرتك في لحظه يا دكتوره ميرفت. محمد عندكم مانع كمعتصمين علشان الدنيا تمشي والعام الدراسي يبدا ويبقى تلبى الرغبات بفكره ال 7% تبدا من العام القادم؟ يبقى في وعد بده. اسمحي لي حضرتك بقى رد على كل الكلام اللي قال. لا صعب قوي ان انت تطلب. لا انا بتكلم في النقطه الحيويه اللي هي صعب تحقيقها دلوقتي. 7% بقى لها 5 سنين وهتستمر 3 سنين هتؤدي الى ان الجامعه يبقى مصاريفها 250,000 جنيه. ده كله ليه؟ لان في عجز في الميزانيه. من المسؤول عن العجز في الميزانيه؟ لا انا عايز رد محدد يا فندم. ده انا 7% ممكن يتاجل. انا بدفع 7% دول تسديد لقرض الجامعه اخدته. اتفضل يا دكتوره ميرفت. رد على الكلام ده كله متفقين عليه. مروان نسمع دكتور بالنيجوشيشنز الاخيره ما اتغير خالص. هو بصي حضرتك في النهايه لو الكلام ده مش شايفين ومش مؤمنين ان الخاسر الوحيد هو التلميذ الموضوع مش يعني مش هيتحل. لانه في النهايه عايزين يعني هندخل فورس بقى. أيوة. لعلم حضرتك الاداره المره دي يعني ده لو المدير القديم وهو وانتك يعرف كده كويس قوي ومروان انه لو ده المدير القديم كان الموضوع بقى مختلف تماما. الاداره المره دي مع انه بجد ما حدش مصدق الكلام ده منهم. انما على قد ما هي متفهمه وحكيمه في ادارتها على قد ما هي مش قادره تخلي ال 7% دي تتحقق.
أيوه. والطلبات الثانيه يعني انا بساله سؤال محدد، هل عندكم استعداد انها تبدا من العام القادم؟ لا يعني لا خدنا وعد بكده. ثانيه يا مروان بعد اذنك، خدنا وعد بكده يا دكتور ميرفت السنه اللي فاتت بعد الاعتصام ان لا زياده اخرى في 7%، وتم خرق الاتفاق وتم خرق البروتوكول، واحنا هنرفع قضايا على الفساد المالي في الجامعه. ثانيه واحده يا محمد، اتفضلي. هي انا سمعت ريفيرب. لما انا هقول لحضرتك، انتك بيقول انه خد وعد، خد وعد الاعتصام اللي فات في العام الماضي، طلب كلهم بانه 7% هذه النسبه هتتحل وما اتحلتش. ما هو ده السبب التصعيد يا دكتور ميرفت، واخده بال حضرتك؟ تم خرق الاتفاق ما بين الطلبه والاداره العامه. طيب هل الاتفاق ممكن يكون مكتوب بحيث انه مكتوب يا فندم؟ اتفاق السنه اللي فاتت مكتوب وتم خرقه. بس الطلاب عملوا ايه بقى من السنه اللي فاتت للسنه؟ ماليش دعوه يا فندم، كان في اتفاق وتم خرقه. اتفضل يا دكتور ميرفت. طب عشان نقفل مع دكتور ميرفت، اتفضل. دلوقتي احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، اولا التضخم وال7% ومستوى المعلم والتدريس. مستوى المعلم والتدريس عنصر مهم جدا منه الثورة، لانه مع الاسف احنا مش قادرين نجيب معلمين اجانب، خايفين يعني. كل احنا كنا الاجانب اللي بنجيبهم في الجامعه اكتر بكتير جدا من زمان، فده برضو مش معنى كده الاستاذ المصري مش في نفس كفاءه الاستاذ الجامعي زي ما مروان قال. في استاذ جامعي مصري يعني بجد ما شاء الله عليهم وبشهادتهم، انما الحقيقه دلوقتي احنا عايزين حلول. هي دي، ما هو ده اللي انا نفسي اوصله، نفسي يعني اوصله. هل الحل ان احنا نفضل قافلين الجامعه وافرضني في ظل قافلين الجامعه، هل الحل انه مين الخسران؟ دكتوره ميرفت، دكتوره ميرفت، عشان ما نكررش الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، انا بسال محمد، هل المعتصمين عندهم استعداد انه مساله 7% تبقى مكتوبه انها تنفذ من العام القادم؟ قال لي لا، لان هم توعدوا السنه اللي فاتت بهذا الوعد وتم اختراقه، ما حصلش، ما اتطبقش. فبالتالي يعني هم دلوقتي انه لازم يحصل من دلوقتي، لانه هم قدموا ده، قدموا ده من السنه اللي فاتت ومحدش احترم الرغبه دي. معموله من السنه اللي فاتت ومنضيه بالموافقه من البيرنتس اسوسيشن في السنه دي. انا ماليش دعوه بالبيرنتس اسوسيشن، ليا دعوه بالطلبه وممثلهم الشرعي اللي هو رئيس اتحاد الطلبه. يا فندم انا مش فاهم حضرتك. انا اسف يا فندم، انه البيرنتس اسوسيشن ماضيه على ال ال طب وبعدين حضرتك؟ طب وبعدين يعني الاهالي يمضوا طلبة يعتصموا ولادهم؟ ده منطق يا فندم. المشكله بقت في المطالب ذات نفسها، ودي حاجه احنا ما بنتناقش فيها بالظبط. يعني هم متمسكين، بصي هم من حقهم يتمسكوا بمطالبهم. انا مش قصدي ان هم ما يتمسكوش بمطالبهم. طب استاذنك نسمع، استاذنك نسمع مروان. انا بقول لحضرتك اذا اردت ان تطاعي فامري بما هو مستطاع. تمام، استاذن حضرتك نسمع، نسمع مروان، نسمع مروان من وجهه نظره المساله ممكن، او هذه الاشكاليه ممكن تحل ازاي. مروان دكتور، انا كان امالي ان الجامعه كلها تتوحد على هذا المطلب، مطلب في ناس كتير قوي من اساتذه ومن ستاف ومن طلاب موافقين على المطلب. المشكله مش في المطلب ذات نفسه، المشكله في الوسيله، لان احنا عرفنا نلاقي سبل، عرفنا مبدئيا مين المسؤول. طيب اللي هي مجلس امناء الجامعه. طيب ليس رئيسة الجامعه. ايه الحل بقى؟ ما هو انت حطيت ايدك، نتوحد اول حاجه نتوحد فيها ان احنا نفك الحصار، هذا الحصار على الجامعه. طيب كيف يفك هذا الحصار محمد؟ انا لو مروان وكل الطلبه المختلفين معانا او هم متفقين على الهدف مختلفين على الوسيله، على الوسيله يقدموا البديل. انا بقالي 6 سنين في الجامعه. عندك بديل؟ انا ثانيه واحده معلش. طبعا انا بقالي 6 سنين بعتصم، بقالي 6 سنين بضرب، وكل مره بتوعد وكل مره بيتم الخرق. ما يتم في الجامعه الامريكيه دلوقتي هو حركه سلميه 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 بتتبع التكتكس اللي احنا اتعلمناها في الجامعه. ليست سلميه، غلط ليس الجامعة، غلط الجامعة. معلش يا مروان، معلش يا دكتور، انا سمعتكم بما فيه الكفاية. ارجوكم ارجوكم اسمعوني زي ما سمعتوا. ليست سلمية من الطرفين يا محمد. سلمية سلمية سلمية، في 5000 طالب موقعين على المطالب. يا دكتور ميرفت اسمعيني زي ما سمعتك بعد اذنك. انا حاولت اخش كالسلمية. يا دكتور ميرفت ارجوك اسمعيني. كانت سلمية؟ ما تقولش سلمية ارجوك، ما كانتش سلمية. ارجوك اسمعيني يا فندم. يبقى ما تقولش سلمية. اطلب من حضرتك ساعة الصدر يا فندم. انا متحملة اكتر مما تتخيل على فكرة. اطلب من حضرتك ساعة الصدر. الحركة سلمية بعد اذن حضرتك. الحركة سلمية. معانا 5000 طالب على المطالب، ومعانا 3000 طالب على غلق الجامعة. وهذه الحركة بتطالب بإن احنا هنرفع قضية بكرة على البروتوكول. البروتوكول بيقول إن الجامعة بتقدم لنا 40% من الميزانية بتاعتها في مقابل إن احنا بندفع كطلبة 60%. تمام. البروتوكول ده بيتم خرقه. جهاز الأمن في الجامعة مازال بيضرب وبيقمع وبيرفض الطلبة، وأنا واحد منهم، وبيمنعني من دخول جامعتي بدون وجه حق. وده كسر بدون وجه حق. طبعا مفيش لوائح، مفيش عقاب، مفيش دليل، مفيش قضية. منعني من دخول الجامعه بدون ان يستمع الي. كيف تكون الجامعه ثانيه مروان كيف ثانيه مروان كيف تكون الجامعه الخصم والحكم في نفس الوقت؟ ازاي انا اتضرب واتشوه واترفض واتمنع من دخول جامعتي؟ مش انا بس، انا ونائب رئيس اتحاد الطلبه اللي فيه الاف الطلبه انتخبته.
طب ثانيه واحده بس كل ده دلوقتي انت طلبت طلب محمد، انت طلبت طلب دلوقتي، قلت لو شافوا طريقه تانية يقدم للبديل. البديل ايه يا مروان؟ البديل احنا قابلنا الحركه كذا مره كمجموعه من الحركه السابقه ماشي، وقابلنا اتقابلنا معاك وتقابلنا مع رئيس اتحاد الطلبه، وتقابلنا النهارده كمان في اجتماع قبل اجتماع الجامعه. كل مقترحاتنا اترفضت واحده واحده. طيب مفيش اي حاجه اتفقنا عليها. قدمنا كذا بديل ولا